قيادة القوة الجوية تستهدف عناصر إرهابية في سلسلة جبال عداية غرب نينوى بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطنية. قيادة عمليات بغداد تعلن اعتقال متهم وفق المادة 4 إرهاب بكمين محكم وتعثر على أسلحة واعتدة غير مرخصة. فرق الدفاع المدني في بغداد تخمد حريقا هائلا اندلع داخل شركة للمياه المعدنية في منطقة عويريج الصناعية جنوب العاصمة. قيادة قوات الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 5 متهمين بقضايا متنوعة بينها السرقة وخيانة الأمانة في العاصمة بغداد. مديرية شرطة الطاقة تضبط 7 محطات وقود متنقلة وتلقي القبض على 4 متهمين في محافظات مختلفة من البلاد. مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة تقبض على 29 شخصا أجنبيا مخالفا ضمن محافظتي النجف الأشرف ونينوى.